ملكة الإحساس إليسا بعد 10 سنين بحفل بأربيل. وصلت ملكة الإحساس إليسا إلى أربيل لإحياء حفل كبير بالبلد، حضروا حشد جماهير كبير وفانز النجمة بالعراق، كما وحضروا عدد كبير من أهم الشخصيات المرموقة بالبلاد. بكلمة إلها قالت: أنا من 10 سنين جيت على العراق وقدمت حفلة، واليوم جيت ونزلت لأتسوق وشفت البلد مزدهر بشكل بيعقد وشعبه كمان بيعقد. قلت لهم شو بدي ألبس؟ قالوا لي اللي بدك اياه. فتألقت إليسا على المسرح بثوب من اللون الفضي وأكمام طويلة، ظهر لأنوثتها الرائعة وإطلالتها المميزة الدائمة. على المسرح قدمت إليسا مجموعة كبيرة من الأغاني القديمة والجديدة وسط تفاعل كبير وغير مسبوق من الحضور اللي رقصوا وغنوا معها على أغانيها مثل بدي دوب وغيرها. يذكر أنه إليسا تلقت العديد من الهدايا الجميلة من الفانز والمعجبين اللي حضروا إلى الفندق ليسلموا عليها. لقطات من الحفل منشوفن سوا. من موقع شارع الفن نشكركم على حسن المشاهدة.